سلام الله عليكم. تفاصيل الرابعة من قناة الرابعة، معي أنا فالح الماجدي، أحييكم وأبدأها بالعناوين. بمدة أقصاها 24 ساعة، المفوضية تتعهد بحسم سريع لنتائج الانتخابات المحلية، والتنافس يشتد مع قرب الاقتراع. الاتصالات النيابية تؤشر شبهات فساد بمشروع التقسيم المناطقي لوزارة الاتصالات، وتخاطب رئيس الوزراء والادعاء العام. استعدنا من انشغالات والتلوث البيئي والامراض السرطانية اللي جاية تصير بالمنطقة. شعلات الحقول النفطية تخطف ارواح البصريين، ونسب الحالات السرطانية تثير قلق المختصين. تؤكد الحركة التزامها بتنفيذ الاتفاق وإنجاحه طالما التزم العدو بتنفيذه. هدنة الأربعة أيام تدخل حيز التنفيذ في غزة، والصليب الأحمر يتسلم الأسرى الإسرائيليين. أحييكم وإلى تفاصيل الرابعة، حيث رجحت لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم النيابية نجاح العملية الانتخابية المقبلة. اللجنة أرجعت أسباب ترجيح النجاح إلى بعض القوانين والتغييرات التي طرأت عليها، فضلا عن الخطة الأمنية التي ناقشتها لجنة الأمن والدفاع مع رئيس الوزراء وإتمام جميع الاستحضارات بنسبة 100%، مؤكدة بأن إدارة العملية الانتخابية القادمة ستكون بأفضل حالاتها. أكدت المفوضية العليا أن إعلان نتائج انتخابات المحافظات سيكون خلال 24 ساعة من يوم الاقتراع العام. رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل أعلن تهيئة جميع الظروف الفنية والأمنية واللوجستية والمالية والبشرية ليوم الانتخابات، مشيرا إلى أن أعداد موظفي الاقتراع بلغ 220 ألف موظف، من بينهم 206 ألاف من دوائر الدولة والجامعات، و7 ألاف موظف حكومي وما يتبقى من الخريجين، مضيفا أن الإشراف على التصويت الخاص سيكون من قبل موظفي مفوضية الانتخابات حصرا. في ذي قار يحتدم التنافس حول 18 مقعدا في مجلس المحافظة، حيث تواظب التحالفات الثمانية المعلنة في المدينة على السعي لكسب ثقة المواطنين. الزميلة نور صادق عدت تقريرا مفصلا حول هذا التنافس. 337 مرشحا يتنافسون على 18 مقعدا في مجلس محافظة ذي قار، توزعت على 8 تحالفات و4 أحزاب، يحاولون كسب ثقة المواطن من خلال ترويجهم لبرامجهم الانتخابية. أعتقد المال السياسي سيخوض معركة شرسة أمام الكتل الصغيرة والشباب خلال الانتخابات المجالس المحافظات القادمة. يعني محافظة ذي قار لديها 18 مقعد انتخابي، برأيي يعني مقاعد الشباب أو مقاعد الكتل الناشئة ستكون قليلة مقارنة بالأحزاب القديمة، مقارنة بالأحزاب التي تحظو بمال سياسي. تحت مسمى الوجوه الجديدة تسعى تلك الشخصيات إلى حصد أكبر عدد من الأصوات، وفي المقابل يتمسك صقور الأحزاب التقليدية بحظوظهم للعودة إلى مناصب القرار في الدولة. احنا ننتظر خلال 18 كانون الأول المزمع إقامة هذه الانتخابات، وراح نشوف الوضع منا إلى 45 يوم، هي الفترة للدعاية الانتخابية. أيضا راح نراقبه، وراح نراقب أيضا خروقات الإعلام
وخروقات المرشحين. دائما مع قرب الانتخابات دائما ما نطالب بإبعاد نفوذ الأحزاب من الجهات التنفيذية فضلا عن أنه قضية المال السياسي عن العملية الانتخابية، دائما هن المتحكمات والمسيطرات على جميع المشاهد السياسية، وهذا ما لاحظناه منذ الانتخابات اللي تجرى منذ عام 2003 لحد الآن. فيفترض أنه لا تسيطر على الناخب سوى بترويج مالي، سوى بوعود انتخابية من قبيل التعيينات ومشاكل، لأن هذه بالنتيجة راح تسبب خلل في الاختيار للشخص. استخدام المال السياسي في الماكينة الانتخابية تقوي تكافؤ الفرص بين أحزاب معمرة وأخرى ناشئة، وعلى الرغم من التفاوت الكبير في ترويج المتنافسين إلا أن نسب حظوظ بعض المستقلين تبقى مرتفعة حسب مراقبين. تنافس سياسي يشتد بين الكتل المخضرمة والقوائم الناشئة، والنفوذ والمال يسيطران على المشهد الانتخابي، وتبقى المشاركة بالاقتراع هي المحددة لصعود من تختاره الأصوات. من ذي قرنوش صادق، الرابعة. خاطبت لجنة النقل والاتصالات النيابية رئيس مجلس الوزراء وجهاز الادعاء العام بفتح تحقيق بمخالفات ارتكبتها وزارة الاتصالات في ملف توسعة الكابل الضوئي والذي تسبب بتقسيم العراق جغرافيا. وقالت اللجنة في مخاطباتها أن المشروع احتكر على شركة واحدة لتقديم خدمات الانترنت، فيما طالبت الوزارة تقييد الجدول الاقتصادي للمشروع. وأشرت اللجنة جملة من المخالفات أبرزها مخالفة المادة 10 من قانون المنافسة ومنع الاحتكار، حيث اتهمت الوزارة بالتواطؤ مع شركة معينة ما أدى إلى نفي مبدأ المنافسة. أعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق بدء توريد الدولار للداخل عبر حسابات المصارف العراقية بالخارج. العلاق أشار إلى أن هناك اجتماعا سيعقد في بداية الشهر المقبل بالإمارات ضمن الاجتماعات الدورية التي تعقد مع البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية لبحث تطبيق النظام الجديد لبحث وتحويل الخارجية الذي يتطلب الكثير من التنسيق. دعت اللجنة المالية النيابية البنك المركزي إلى تنويع مصادر اعتماد العملات الأجنبية في التعاملات التجارية لإعادة استقرار الدولار في العراق. وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني إن تنوع المصادر هو السبيل الوحيد لمعالجة مشكلة الطلب المتزايد على الدولار وخلق سوق موازن لبيع العملة الصعبة، مضيفا أن مشروع البنك المركزي بفتح نوافذ مختلفة للتعامل بالعملات الأجنبية الأخرى قطع شوطا طويلا في مهمة إعادة استقرار السوق والتخلص من هيمنة الدولار. أكدت لجنة النفط والغاز النيابية أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في تفاهماتها مع أقليم كردستان بشأن الملف النفطي وتسليم الحصص المفروضة عليه بالموازنة. وقالت عضو اللجنة انتصار الجزائري أن الإقليم بات مرغما للقبول بمتطلبات المرحلة المقبلة لا سيما بشأن قانون النفط والغاز، مشيرة إلى أن أربيل وفي حال أرادت تحسين علاقاتها مع بغداد عن طريق دفع الضرائب أو كيفية تصدير النفط عليها القبول بصيغة قانون النفط الحالية. بشكل حثيث وجدي تواصل بغداد مفاوضاتها لاستحصال اتفاق يجمع وجهة نظرها بوجهات نظر أنقرة وأربيل حول آليات تصدير نفط كردستان العراق، فيما تبرز مقترحات حول توسعة نوافذ العراق التصديرية لضمان انسيابية النفط وعدم اعتماد المنفذ الواحد. يسير العراق بجدية للتوصل لاتفاق جامع لكل من بغداد وأنقرة وأربيل بشأن تصدير نفط إقليم كردستان مجددا عبر ميناء جيهان بعد توقفه منذ 120 يوما إثر قرار دولي سابق، إلا أن هناك عوائق تحول دون استئناف البترول، ومنها إصرار تركيا على منحها تعويضات مالية.
في وقت تؤكد السلطات الاتحادية في بغداد على حلول قريبة. العراق ماضي باتجاه استئناف تصدير النفط عبر اقليم كردستان، عبر ميناء جيهان التركي، لكن هنالك مفاوضات مستفيضه ما بين العراق الحكومه الاتحاديه وما بين الجانب التركي لغرض المضي بهذا الموضوع، وايضا هنالك مفاوضات داخليه ما بين العراق وما بين اقليم كردستان لغرض حل الكثير من الامور التي تخص هذا الموضوع. وتضع الاوساط المراقبه في البلاد مقترحات امام صناع القرار، وابرزها الاعتماد على منافذ اخرى لتسويق النفط، تلافيا للضغوط التركيه وشروطها شبه التعجيزيه امام عوده تدفق النفط عبر أراضيها. هناك منافذ كثيرة للعراق، المفروض من العراق أن يفعل الخط العراق السعودي، خط ينبع، هذا خط ترك منذ الحرب العراقية الإيرانية، وعلاقاتنا اليوم طيبة مع السعودية، كذلك ميناء بيناس السوري، كثير من البدائل، لكن ما زلنا نتذلل لتركيا، وكأنما تركيا تمسك علينا أوراق كثيرة تضغط بها على الحكومة العراقية. يبقى المفاوض العراقي اليوم هو الحكم والفصل في هذا الأمر، إذا ما كان ضاغط وفاعل قوي باعتقادي في نهاية المطاف ستدعم تركيا، لأن تركيا محتاجة إلى النفط. وتضيف تركيا ملف النفط إلى أوراق ضغطها ضد العراق، وذلك من خلال امتناعها سريان نفط الإقليمي عبر أراضيها منذ شهور لأسباب سياسية وليست فنية يقول مراقبون. من العاصمة بغداد فقار فاضل، الرابعة. والحديث في هذا الملف ينضم إلينا من بغداد الخبير الاقتصادي السيد عبد الرحمن الشيخلي. مرحبا بكم أستاذ عبد الرحمن. أهلا ومرحبا. في ظل التقلبات في الأسواق العالمية لأسعار النفط، وخصوصا في ظل الأزمات التي تتوالى على منطقة الشرق الأوسط تحديدا وآخرها غزة بطبيعة الحال، كيف تقيم وضع السوق النفطية العراقية بعد إيقاف التصدير عبر جهان التركي؟ نعم، شكرا جزيلا إلى حضرتك وإلى قناتكم الكريمة ومشاهديكم الأعزاء. حقيقة الأمر أنه الموضوع تصدير النفط عبر جهان التركي ما إلى علاقة برغبة الأتراك أو رغبة العراقيين بهذا الأمر، لأنه هذا الموضوع كان في السابق كان يصدر العراق النفط، يعني خاصة إقليم كردستان يصدر النفط عن طريق مرفأ جهان، وكان يدفع إلى تركيا 7 دولارات عن كل برميل، وهذا التصدير ما كان بطريقة شرعية ورسمية، ولذلك المحكمة الاتحادية العراقية رفضت هذا الموضوع وأحيل الموضوع إلى محكمة العمل في وزارة التجارة الفرنسية، وأصدرت قرارها بعدم شرعية هذا التصدير، ولذلك توقف الضخ النفط من خلال جهة مصرف، يعني مرفأ جيهان التركي، وفرضوا المحكمة الاتحادية هذه الفرنسية غرامة بقدر 1.5 مليار دولارات على الجانب التركي لتسديدهم. بدأت المفاوضات حول هذا الموضوع بعد هذه القرارات بين الأتراك وبين الإقليم حصرا، وبالتالي انعكس على الحكومة الاتحادية. الإقليم كانت عنده رغبات معينة حول موضوع التصدير، وكان المفروض أنه يتم التصدير من خلال الإقليم إلى حصرا إلى أمريكا وإلى كندا، لكنه على ما يبدو أنه الكميات اللي كانت تصدر ليست لأمريكا وكندا وإنما لجهات أخرى، هذا اللي المحكمة الاتحادية الفرنسية رفضت هذا الموضوع. المهم المشكلة أنه الآن أصبحت أكو عجز في التمويل النفطي في الساحة النفطية بصورة عامة، ولذلك يجب أن يبحثون عنه. لا تنسى في نفس الوقت حتى أمريكا بدأت تستخدم بعض مخزونها لغرض خفض قيمة البرميل النفط، وبالوقت الحاضر يعني أكو مشكلة أنه أسعار النفط ارتفعت في نفس الوقت اللي ارتفع بها أسعار الدولار عالميا، وهذه سابقا لم تحدث بالسابق، وإنما كان دائما مسألة طردية، عندما يرتفع النفط ينخفض الدولار والعكس صحيح. على كل بالوقت الحاضر يجب أنه تجري الاتفاقيات بين أو المفاوضات قصدي بين الحكومة العراقية الاتحادية وبين الأتراك على هذا الموضوع، وهم الأتراك حريصين كل الحرص على استمرار هذا الضخ. طيب بما أنه الأتراك حريصين أستاذ عبد الرحمن على استمرار تدفق النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي، نعم، هل يمكن للعراق أن يستخدم النفط كما يقال، والبعض أيضا يطالب الحكومة بأن تستخدم
هذه الورقة المهمة لدى العراق في أي اتفاق يبرم في المرحلة القادمة ويكون بشروط جيدة على الأقل. أنت تعرف جيدا ما حكمت به المحكمة الفرنسية. نعم. فعلا هو يعني طالب تركيا بدفع المبلغ الذي ذكرته. نعم. لكن أيضا بالمقابل الأتراك فتحوا ملفات أخرى طالبوا العراق بضعف. نعم. هذا المبلغ. نعم. لتسديده. أكيد هذا الموضوع يعني كلش وارد في المفاوضات اللي ممكن تصير. الحكومة التركية طلبت من العراق مباشرة بأنه تتحمل جزء من هذه الغرامة اللي فرضت عليها، والعراق أيضا عند بعض الشروط اللي طلبها في هذا المجال من عندها مثلا زيارة الحصة المائية، مشاركة مرفأ الجهان أو الإقليم، عفوا فيش خابور في ربطه بطريق التنمية اللي بدأت المفاوضات حول بالآونة الأخيرة. هذه كلها أدوات ضغط على الحكومة التركية حتى توافق على استمرار الضخ بالضوابط اللي وضعتها العراق. الضوابط الحكومة الاتحادية اللي طلبتها مثلا رادت تنطي دولار واحد على كل برميل نفط يصدر عن طريق جيهان، في حين هم كانوا يأخذون 7 دولارات، ولذلك رفضوا. بدأت المفاوضات بيناتهم إلى حد أنه وصلوا إلى حد 3 دولارات مقابل كل برميل ينطون إلى جانب التركي، لكنه هاي الـ3 دولارات على الأتراك أنه يقدمون بعض الامتيازات للحكومة الاتحادية مقابل هذا الرفع بالرسم. وعلى كل إن المفاوضات جارية بالوقت الحاضر. وبعدين لا تنسى يا سيدي الكريم أنه ليست هو المكان الوحيد اللي إحنا نصدر من خلال النفط، يعني النفط اللي دا يصدر عن طريق مرفأ جيهان هو الإقليم قفص النفط الكردية. نعم. ولذلك هنالك مفاوضات حتى بين الجانب الكردي والجانب الاتحادي حول مسؤولية الجانبين يعني في إصدار قانون النفط. إنه ليس له تأثير كبير على الوضع الاقتصادي المجمل في العراق حتى وإن طال أمد المفاوضات. على كل حال هذا جانب. نعم. نتحدث. نعم. في هذه الأحادية في الاقتصاد العراقي وهي تصدير النفط وتأثيرها على بقية الأمور. اليوم أيضا نتحدث في أزمة الدولار والسعر الموازي وهذا التوقف عند هذا التذبذب الذي لم يستقر لحد الآن رغم الإجراءات الحكومية التي اتخذت. كيف يمكن أن تصل الدولة إلى حلول اقتصادية حقيقية تستطيع من خلالها أن تسيطر على سعر الدولار ويعني تحيد الجهات التي تريد أن تتاجر وتريد أن تستفيد؟ نعم. لمصالح شخصية ومصارف. نعم. أهلية وما شابه. نعم. سيدي الكريم هذا الموضوع يحتاج إلى تنازلات يعني واعتراف وإقرار بالأمر الواقع. الأمر الواقع أنه الدولار حالة من حال أي بضاعة متعرضة إلى العرض والطلب. بما أنه طلب كثير وعرض قليل، وتدري جنابك البنك المركزي بالآونة الأخيرة ما قام يصدر الدولار النقدي يعني ما يبيع من الدولار النقدي أكثر من 20 مليون دولار، وهذا ما يكفي الحاجة المحلية. ثم إحنا عندنا منافذ حدودية غير شرعية يمر عبرها تجارة كبيرة جدا، وأحيانا هذه التجارة تفوق فيما إذا ضفنا إلها المنافذ اللي داخل الإقليم تفوق التجارة اللي تمر عبر المنافذ الرسمية. وكثيرة هذه المشاكل من عندها القمارق والضرائب. على كل فالقصد الآن أنه إحنا لازم نرضخ إلى أمر الواقع. السوق الموازي كان مفقود نهائيا، كان هنالك سوق سوداء يتحصل على الأموال أو الدولارات بطريقة غير مباشرة وغير شرعية، وهناك سوق بيضاء اللي هو المنفذ الوحيد اللي من البنك المركزي يبيع إلى المواطنين. الآن يعني اليوم الجمعة صدرت توجيهات من السيد محافظ البنك المركزي معالي الدكتور علي العلاق بشأن فتح المجال إلى البيع المباشر إلى المواطنين، وهذه مسألة ضرورية أصبحت. وقلت لك جنابك أنت والمواطنين يعرفون أنه الدولار يجب أن يكون في الشارع متوفر لمن يحتاجه. راح تبقى الآلية اللي تصرف بها الدولار إلى المسافرين وإلى الطلاب الدارسين أو المرضى بسعر الرسمي اللي هو 1320، لكنه سيترك المجال إلى الآخرين بأن يشترون وحتى المصارف بأن يشترون الدولار بسعر اللي يفرضه الشارع والسوق، والخلي نسميه الآن سوق موازي. السوق الموازي الآن ليش نقبل بالسابق ما كنا نقبل أنه نطلق عليه سوق موازي؟ لأنه كان المنفذ الوحيد
للتمويل الدولاري بالشارع هو البنك المركزي. الآن بعد موافقة البنك المركزي وبالاتفاق مع الحكومة قصدي وزارة الخزانة الأمريكية والفدرالي الأمريكي يسمح للعراق باستيراد العملات الأجنبية الأخرى. نعم أرجو شكراً جزيلاً. واضح جداً بتداول عملات أجنبية أخرى قد تساعد أيضاً على هذا. ليس تداول وإنما حتى الشراء. يعني حتى الملاحظة اللي كانت سابقاً يعرف بها الناس أنه راح يشترون بس دولارات، لا، سيقوم المصارف العراقية بشراء كل العملات اللي ممكن أن تتعامل بها في تجاراتهم العامة. الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الرحمن الشيخلي، شكراً جزيلاً. أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة إدراج مشروعين للمياه في ناحيتي الزهور والنهروان ضمن البرنامج الحكومي. وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار إن وزارته تقوم من خلال مديريتي المجاري والمياه بإنجاز المشاريع ضمن الخطة الاستثمارية التابعة للحكومة، لافتا إلى أن المديرية العامة للمجاري أنجزت محطة مجاري الحسينية التي تتضمن محطات معالجة ربط شبكات، إضافة إلى مشروع ناحية الرشيد الذي وصل إلى مراحل إنجاز متقدمة. جنوبي بغداد يحتج أهالي هور رجب وعرب جبور ضد قرار توسعة محرمات سريع الدورة اليوسفية، قرار وصفه الأهالي للزميل مصطفى علوش بالجائر كونه سيتسبب بتجريف أراضيهم الزراعية وأيضا بساتينهم. وقفة احتجاجية جنوبية بغداد ينظمها الأهالي في منطقتي هور رجب وعرب جبور اعتراضا على توجهات وزارة الإعمار والإسكان بتوسعة محرمات الطريق السريع دورة يوسفية من 100 متر إلى 1000 متر، وهو ما سيتسبب بتجريف عشرات الأراضي الزراعية والمساكن المملوكة للمواطنين منذ عشرات السنين. فاجأنا بقرار من وزير الإسكان والإعمار بأخذ مسح 1000 متر الجانبية السريعة اليوسفية دورة جديد من جانبين من اليمين واليسار، وهذه الأراضي تعود إلى مواطنين وإلى ساكنيها من مئات السنين ويحملون السندات الرسمية اللي سند 25 طابو زراعي. ونرجو من سيادة رئيس المجلس الوزراء المحترم ورئيس البرلمان المحترم والجهات المختصة رفع الحيث عن هذه المناطق. القضية أنه بالبداية كانت 120 من 130 متر، هسه القضية أنه كيلو لازم 1000 متر منا والف متر منا، 1000 متر ما يخلي شيء. المحرم ماها كيلو، ماكو هيك 1000 متر، يعني كيلو 1000 متر، زين المحرم ماها كيلو، زين إذا أنت تأخذ كيلو راح تخليها كيلو هم محرم 500 متر، راح تتوسع بعد أكثر. زين وإذا بين المنطقة كلها يشيلوها ما يبقى كل شيء. وفضلا عن المناشدات التي يرفعها الأهالي إلى رئاسة مجلس الوزراء لإيقاف هذه الإجراءات التي ستتسبب بتهجير المئات من العوائل، تتحرك القوى النيابية الممثلة لهذه المناطق لتفعيل دورها الرقابي واستضافة وزير الإعمار والإسكان والجهات المعنية للوقوف على هذه القرارات والحد من تأثيراتها على الأهالي. ناس ساكنة من قبل 100 سنة، يعني أبسط مخطط هو من 1946، فكيف بالمخططات القديمة؟ كلها مخططات قديمة والساكنين قديمين، لا يمكن أن تقبل الحكومة بهذا الاستيلاء أو هذا الاستحواذ، وكل تأكيد نحن واقفين مع الناس لأن إحنا ممثليهم. عندنا جمع تواقع على هذا الموضوع، أيضا استضافة إلى وزير الإعمار والإسكان الأستاذ بنجين. هناك قوانين إحنا نلتزم، إحنا مشرعين اليوم بالدولة العراقية نلتزم بالقوانين الموضوعة. الطرق السريعة لها حدود للمحرمات، والسيد الوزير عليه أن يلتزم بهذه الحدود. ويرقب الأهالي في مناطق جنوبية بغداد عدول الجهة المعنية عن قرارها وإحالة المشاريع التطويرية إلى أماكن أخرى تخلو من السكان إن كانت عملية توسعة المحرمات هذه بسببها. مصطفى علوش، الرابعة، بغداد.
تعقد بساتين ديالى أمالها على موسم الشتاء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من البساتين بعد أن ضربها موسم الجفاف وأخذ ما أخذها منها. مزارعون قالوا أن استثمار مياه السيول التي تدخل المحافظة يمكن أن يعوض الخسائر التي تحصل في فصل الصيف. سيول وموسم شتوي من المتوقع أن ينقذ ديالى وبساتينها من خطر جفاف فتك بأراضيها الزراعية في فصل الصيف الماضي، إذ سجلت المناطق الحدودية تدفق السيول عبر الجانب الإيراني باتجاه 7 وديان مشتركة. في محافظة ديالى اليوم هطلت أمطار الخير على محافظتنا العزيزة، وكانت متفاوتة ما بين قضاء وآخر. هناك أماكن تجاوزت بها 20 ملم، وهذه تعتبر ريا كاملة. طبعا هذه هي الأمطار هي ساعدتنا في تعزيز إيراداتنا على بحيرة حمرين اللي محافظتنا تعتمد عليها بحدود 80%، وأيضا رفعت مناسيبنا في نهر ديالى. وهناك ايضا اتت في سيول عندنا على الوديان المشتركه بيننا وبين الجانب الايراني. طبعا هذه السيول هي تم تسليكها باتجاه هور الشويكه، وايضا الاستفاده منها في تعزيز مياهنا الجوفيه اللي احنا استنزفنا منها الكثير في خلال السنوات الماضيه. السدود المنقذه هي الحل للخلاص من سيناريو الجفاف في كل عام، فلا زالت المخاوف من عدم الاستفادة من هذه الأمطار والسيول وهدرها قائمة لعدم وجود سدود أو حتى مناطق لخزن المياه سوى الوديان المشتركة. مياه منذ 3 سنوات سيول كثيرة، كلش كثيرة تأتي من الجارة إيران، لكن مع الأسف كل تخطيط ماكو، كلها تروح هدر. ويأتي الصيف ونحن نعيش العطش ونعيش المعاناة والآلام. قرية الهويدر التي تعتبر مميزة من ناحية الحمضيات والنخيل، تموز الماضي 70 يوم تقريبا والمياه لم تصلها للبساتين، وقد أثرت كثيرا على الإنتاج، وتقريبا نصف هذه البساتين ماتت. وشهدت المناطق الشمالية الشرقية في محافظة ديالى قبل أيام تدفق السيول من الجانب الإيراني بمعدلات كانت دون المتوسطة، إلا أن التوقعات أن تزداد هذه السيول إلى مستويات عالية خلال الفترة القادمة. ياسر عبد عذاب، الرابعة، ديالى. إهمال أم خطأ غير مقصود لا تغير كثيرا التسمية بقدر ما تهم النتائج المترتبة على ما حصل. فالطالبة سجى في بابل تعاني تبعات هذا الخطأ بعد انتقالها للصف الثالث متوسط ليبلغ دووها أو يبلغ دووها برسوبها في الصف الأول، أي بعد 2 من نجاحها. نتعرف على هذه الحالة والتفصيلات التي ترويها الطالبة للزميل زيد الشهيب. قال أبوي رجعت، خليته على راسه ورجعت. قلت له أنا ما أريد أرجع لصديقات هنا، راح للثالث. قتلت أحلام هذه الطالبة عن طريق سوء الإدارة في تربية بابل، فهذه الدموع على فراق صديقاتها ومرحلتها الدراسية لم تكن هينة عليها. سجى طالبة في مرحلة المتوسطة في عام 2022 بدأت المشكلة بعد نجاحها إلى الصف الثالث متوسط. تفاجأت باستدعاء أبيها لإخباره بعدم نجاحها من الثاني متوسط، لتعود بعد ذلك وتنجح في نفس المرحلة في العام 2022. باشرت دراستها في مرحلتها الجديدة لمدة 2 شهر ليكون خبر عدم نجاحها من الأول المتوسط إطلاقا مسببا رئيسيا لصدمة نفسية دائمة لدى هذه الطالبة. قلت لأبوي رجعوني للثاني، رجعت للثاني، قال لي رجع للثاني، وقلنا أنا ما ارتجع لأن صديقاتي هنا راح للثالث، هنا راح للثاني، أنا رحت للثالث، للثاني نزلت. قال أبوي رجعي، رجعت الدور نجحت، هاي شهادتي نجحت، لرحت للثالث، تقول لي أنت مو بالثالث، لا ردي للأول لأن ما عندك درجة بالأول. قلت له أن المدرسات قال لي صعدي للثاني ناجحة، قال لي ما عندك درجة، هاي شوفي ما عندك درجة. لم تتوقف عائلة سجا من البحث عن وسيلة لإرجاع حقوق ابنتهم،
بإنشاء مخاطبات إلى مدير التربية وأقسام الإشراف للتحقيق بقضية ابنتهم. قدمنا شكوى للمدير العام، المدير العام ما موجود. ليون حولوكم؟ حولونا للإشراف، الإشراف شهرين قالوا لا تطلع. مستقبل أختي راح يروح. وتستمر قضية سجى مدة 3 أشهر بحسب كلام اللجنة التحقيقية رغم اقترابي الامتحانات نصف السنوية. زيد الشهيب، الرابعة، بابل. للحديث في مثل هذه الحالة ومثيلاتها أيضا بطبيعة الحال ينضم إلينا عبر خدمة سكايب مستشار المحافظة محافظة بابل للشؤون التربوية عبد الأمير رباط. سيد عبد الأمير، حالة يعني ليست فريدة في العراق، الكثير من الحالات حدثت، ولكن أن تكون الرابعة أو الطالبة من الثالث إلى الثاني إلى الأول، يعني هي عندها تصاعد عكسي أو سلبي كما يقال، من يتحمل هذه الحالة ومن هو المسؤول؟ وهل يقبل اليوم أي مسؤول عراقي أن يكون أحد أبنائه بهذه الحالة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وتحياتي لحضرتك ولكل العاملين في قناة الرابعة ومن خلالكم لكل مشاهديكم. حياك الله. بالتأكيد أخطاء موجودة في هكذا حالات، لكن مثل هذه الحالة بالذات، أنه أنا الآن استمعت للطالبة واستمعت لتقريركم، بالنتيجة الجانب الآخر ما استمعنا. حاولنا الاتصال بالجانب الآخر لكنه لم يرد على أي اتصال للقناة. نعم نعم، احنا يعني الآلية المتبعة دائما بعمل التدقيق، يعني في كل عام تنتهي الامتحانات تأتي لجنة تدقيقية تسمى برئاسة مشرف اختصاصي ومجموعة من إدارات المدارس تدقق سنويا على السجلات، وفي هذه الحالة عندما تكتشف خطأ بالنتيجة يصحح الخطأ، لكن بمثل هذه الحالة أو غيرها دائما ما تكون الضحية الطالب، لأنه هسه الآن بمثل ما سمعت أنه تحقيق، لازم أكون تحقيق وتبلغ من خلال التحقيق الطالبة أنه تعود للصف اللي هي رسبت به، لكن بالنتيجة يعني سواء كانت المقصر مهما يكون، بغض النظر عن المقصر هو المتضرر الطالب، يعني هذه الطالبة بعد أن يعني أنا اللي افتهمت منعتها الآن هي راسبة لسنتين، معناته يعني هسه تحولت للثاني بعد ذلك رجعت للأول، إذن لعامين متتاليين هي تعود بالعكس إلى الخلف يعني، فإذن أكو مشكلة بهذا الأمر. أنا من خلالكم من خلال قناتكم إن شاء الله بإمكان العائلة تبلغوهم، إحنا مكتبنا في المحافظة السيد المحافظ، وأعتقد تربية بابل السيد مدير عام تربية بابل موجودين، وممكن أن نطلع على حيثيات هذه القضية، قد نقدر نساعد في مجال أنه إذا كانت راسبة. والد الطالبة كما سمعنا في التقرير أنه تحرك بهذا الموضوع وذهب وقدم شكوى وقدم اعتراض، لكنه لم يجد أي أذن صاغية له. النتيجة إن شاء الله من خلال يعني قضائيتكم، والآن قد تربية الأخوان أيضا يسمعون، السيد محافظ بابل مكتبنا، كل الناس الآن عرفنا هذه القضية وفيها مظلومية واضحة إذا كانت بهذه الحالة، ويمكن أن نقف صف الطالبة، وبالتأكيد معروف الحالة النفسية والوضع النفسي اللي الآن هو تسبب للعائلة وللطالبة ولوالدة الطالبة ولأهلها بشكل عام. أنا أقول لك إن شاء الله يوم الأحد بإمكان والد الطالبة. يا سيد عبد الأمير، في دول أخرى مثل هكذا حالة تقاضى عليها وزارة التربية ويقاضى المحافظ ويقاض مستشار المحافظ لشؤون التربوية اللي هو حضرتك، يعني هذه ليست حل بسيط، جيب الطالبة من الثالث للثاني الأول وبعدين رجعها من الأول للثاني للثالث، الحالة النفسية لها، لعائلتها، لوضعها النفسي، تحتاج هذه أطباء نفسيين في بعض الدول يخلوا لها فريق كامل حتى يعالجها من هذه الصدمات. والله صحيح، والله صحيح، والآن حالة غريبة بهذه الصورة لمرتين، احنا عندنا سجل ترحيل سنويا، التلاميذ والطلبة عندما يعني ينتهي العام الدراسي يرحل هؤلاء بسجل يسمى سجل الترحيل، يعني اللي ناجح راح يذيعون اسمه يقولوا له انت بالصف الفلاني، وعندنا سجل القيد العام اللي تثبت فيه درجات اللي هو عمود فقري بالنسبة
للمدرسة، فالحقوق المفروض مضمونة. هذه الطالبة بحسب ما استمعنا يعني تعرضت لظلم، هسه هي بما مهما يكون وبغض النظر عن المقصر الآن وقع عليها الظلم. احنا ان شاء الله اذا كانت هناك صلاحية في تربية بابل وفي المحافظة ممكن تنصفها، واذا ما كانت هناك صلاحية لهؤلاء بالتأكيد نلجأ الى وزارة التربية للتدخل السيد وزير التربية بهذه الحالة. وتحتاج ايضا على ما اعتقد انه حتى وان لم يكن تحرك من ذوي العائلة، لا نعرف ظروف المالية والمادية وما شابه، من التربية هي نفسها تستطيع ان تتحرك يعني بموظف او موظفين للتقصي لمعرفة الحقائق وتسهيل المهمة على الناس على الاقل كجزء من الاعتذار لهذه الطالبة وعائلتها. هل لديكم هذه الإمكانية؟ بالتأكيد إن شاء الله احنا راح نكون معها وراح نكون مع اعتقد السيد مدير عام تربية بابل، وراح يكون إجراءات سريعة بهذا الجانب حتى نعرف شنو اللي ينصف هذه الطالبة وشنو اللي يكون بصفها، وإن شاء الله ما راح يعني قدر الإمكان إذا كانت القوانين ما قدرنا في بابل نتجه إلى وزارة التربية لإنصاف هذه الطالبة. شكرا جزيلا مستشار محافظ بابل للشؤون التربوية عبد الأمير الرباط، شكرا لك. دون حسيب أو رقيب تنفث شعلات حقول النفط في البصرة سمومها موت يطلق بشكل علني في أجواء المدينة، ما تسبب بعشرات الوفيات سنويا بالأمراض السرطانية. الزميل إيهاب المالكي تقصى هذا الملف وعد التقرير التالي. لهيب نيرانها يحرقهم ودخانها يقتلهم يوميا. شعلات النفط بين الأحياء والمناطق السكنية في البصرة باتت واحدة من أسباب الأمراض السرطانية المميتة، فحقول نهران عمر شمال المحافظة قتلت السكان القريبين منها سيما الأطفال والشباب منهم، والحكومة العراقية تتفرج على موتهم البطيء. سبب تظاهراتنا اليوم على حق نهران عمر، احنا أبناء المنطقة الصراحة كلش تعبنا من شعلات النار والتلوث البيئي والأمراض السرطانية اللي جاية تصير بالمنطقة. أغلبية الشباب اللي جاية يصير بها سرطان شباب صغار. عندنا منطقة سكنية كاملة تقريبا يعني شو أقول لك، الأغلبية يعني إذا مو بيت وترك إنه عندنا أمراض سرطانية، إذا مو أمراض سرطانية أم أمراض أخرى أمراض مزمنة. زين احنا جاي نعاني، انا يمكن عمري تقريبا 27 سنه وجيت للدنيا لقيت هذا الحق الموجود واسمع انه اكو حلول موجوده راح تجي عن طريق مسؤولين عن طريق نواب، ولحد الان ما التمسنا شيء صحيح اتجاه هاي الشعلات. هؤلاء السكان لم يطالبوا بشيء سوى الخلاص من تلك النيران التي انهت كل شيء في هذا المكان، الزرع والانسان والحيوان كلها يطاردها شبح الموت يوميا، حتى أصبحت منطقة غير صالحة للعيش كونها ملوثة بالكامل بسبب انبعاثات الاستخراجات النفطية. نطالب من وزارة الصحة وزارة البيئة أنه تجي تقيم هل إحنا صالحين للعيش في هذه المنطقة. النار هاي مذية الزرع، عندنا ناس عندهم أمراض سرطان بسببه، وهو ناس تأذت من عنده، نطالب ما حد يباوع عنه. هاي هل تشوفنا التجمع هاي وإحنا يومي على حطة هاي نطالب بالنار، ما يرضون لا يطفونها لا يرضون يسوون لها شيء. بنسبة تقدر ب 60% هي آخر إحصائيات دائرة البيئة للسكان المصابين بالأمراض السرطانية في هذه المنطقة، والتي لم تبعد عن شعلات النيران هذه سوى بضع أمتار، بل بعض المنازل ملاصقة لها، ومختصون آخرون يرونها من المناطق المنكوبة وغير الصالحة لعيش الإنسان. إيهاب المالكي، الرابعة، مدينة البصرة.
أكد مسؤول عسكري أمريكي بأن قوات بلاده تعرضت للهجوم 4 مرات في العراق وسوريا يوم أمس بصواريخ وطائرات مسيرة. القوات ذكرت تعرضها للهجمات في موقعين بشمال شرق سوريا وفي العراق. تم إطلاق عدة طائرات مسيرة انتحارية على قاعدة عين الأسد الجوية غربية بغداد. كما أطلقت طائرة مسيرة على قاعدة تضم قوات أمريكية بالقرب من مطار أربيل. نفى الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي أن يكون العراق قد قدم طلبا لإنشاء قواعد عسكرية أمريكية على أراضيه. وقال الخزعلي إن البرلمان وحده هو من يقرر مثل هذه الأمور، ولا يحق لأي حكومة أن تتحرك باتجاه إدخال قوات أجنبية للعراق. الطلب العراقي اللي قدم في عام 2014 إلى مجلس الأمن من أجل أن يقوم التحالف الدولي بمساعدة العراق بتوجيه ضربات جوية تأتي من خارج العراق وتقديم معونة استخباراتية، هذا شيء. وما حصل بعد ذلك من إقامة قواعد عسكرية جوية ومن وجود قوات قتالية. الطلب العراقي لم يكن يتضمن هذه المسألة، وهذا الوجود مخالف للدستور، لأن الدستور ببساطة لا يوافق على إقامة قواعد أجنبية ولا يوافق على وجود قوات قتالية إلا بموافقة البرلمان، وليس من حق الحكومة الموافقة على ذلك. وإذا كانت هناك حكومة قد أعطت موافقة فتكون قد خالفت صلاحياتها وتحاسب، وأنا برأيي لم تعطي حكومة موافقة على هذا الأساس، إنما هو وجود أمريكي استغل الوضع بشكل تدريجي، استطاع أن يفرض نفسه على الأرض العراقية. وأستطيع أن أقول بشكل واضح وصريح أن كل ما كنا نقوله من أن القوات اللي موجودة هي ليست قوات استشارية ثبت الآن بالدليل العملي، عندما تقوم هذه القوات بقصف مقرات تابعة للحج الشعبي وهو هيئة رسمية تابعة للقوات المسلحة العراقية وتقوم بواجبها. الخزعلي أكد أيضا أن واشنطن لا ترغب بسحب قواتها من العراق وأنها تعمل على إحراج أي حكومة عراقية تتحرك بهذا الاتجاه. الولايات المتحدة الأمريكية دائما عندما يقال لها أن وجودكم غير قانوني يقولون نحن جئنا بطلب من الحكومة العراقية ونذهب بإلغاء هذا الطلب، أو عندما تقول لنا الحكومة العراقية أنه اذهبوا. طبعا هذا الكلام بهكذا مستوى، يعني محاولة تبسيط وتسطيح لحقيقة الموضوع. الأمريكان لا يريدون الخروج، وعندما يصل الموضوع إلى أن تكون هناك نية حقيقية لأي حكومة عراقية بمطالبته بالخروج يبدأون بإرسال الرسائل السياسية التهديدية بموضوع الدولار وموضوع الجانب الاقتصادي وإلى آخره. فلذلك تتوقف وتتردد الحكومات المتعاقبة من اتخاذ هكذا قرار بسبب الضغوطات الأمريكية. الأمريكان يبررون وجودهم بأنه نحن هنا من أجل محاربة داعش، وكل العراقيين يعلمون وكل العالم يعلم أن العراق أعلن الانتصار العسكري على داعش في نهاية 2017. في تطورات الأحداث في غزة، دخلت الهدنة المؤقتة في قطاع غزة حيز التنفيذ منذ الساعة 7 صباح اليوم بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، فيما أفادت وسائل إعلام بدخول نحو 200 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح بالإضافة إلى 7 شاحنات وقود. وقبل انطلاق الهدنة بساعات صعد الاحتلال من استهدافه لأنحاء القطاع. شهد مخيم جباليا والنصيرات وخان يونس ورفح في الجنوب قصفا مكثفا أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى استهداف مستشفيات عدة. ومنذ ساعات الصباح الأولى بدأ عشرات الآلاف من النازحين يغادرون المدارس والمستشفيات التي احتموا فيها للعودة إلى بيوتهم بعدما غادروها قبل أسابيع. وحاول الأهالي الرجوع إلى المناطق الشرقية الحدودية لخان يونس ورفح والبريج والمغازي ودير البلح عبر العجلات أو سيرا على الأقدام.
يمكن نسمع انه هجره 48 تتكرر، لا يمكن، هذه ارضنا لو بدنا نموت فيها. هم بدهم يهجرون الى مصر وغيره، ولكن على الفاضي، احنا نزحنا من مكان لمكان وهنرجع باذن الله في القريب العاجل. في هدنة قالوا لنا في هدنة واحنا راجعين، هاي صار اطلاق نار كثير على، وهي الناس بترجع تاني، يعني ما فيش هدنة، كله كذب، وهاي الناس رجعت تاني كمان، فيش هدنة. وين رايح انت؟ انا مروع على غزة اشوف بيتي واهلي وعيالي وكل حالنا هناك يعني. هذا وأطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سراح 39 معتقلا فلسطينيا ضمن صفقة تبادل الأسرى. وقالت مصادر مصرية أن سلطات الاحتلال أفرجت عن الفلسطينيين بعد أن تم نقلهم إلى معسكر عفر، وكان جيش الاحتلال قد استكمل إجراءات إطلاق وجبة الأسرى الفلسطينية الأولى المقرة ضمن تفاصيل اتفاق الهدنة. تسلم الصليب الأحمر الدولي 13 أسيرا إسرائيليا كانوا محتجزين لدى حركة حماس. مراسل الرابعة أفاد بأن الصليب الأحمر توجه بقافلة الأسرى الإسرائيليين إلى معبر رفح، الذين سيعودون إلى الكيان المحتل من معبر العوجة عبر معبر رفح، مضيفا أن المروحيات العسكرية الإسرائيلية التي ستنقل المحتجزين الإسرائيليين توجهت إلى معبر كرم أبو سالم. قال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أن الحركة ملتزمة بتنفيذ اتفاق الهدنة وإنجاحه طالما التزم الاحتلال بذلك. هنية في كلمة متلفزة أكد أن إسرائيل نزلت عند شروط المقاومة وإرادة الشعب الفلسطيني، ما أدى للتوصل إلى اتفاق الهدنة. تؤكد الحركة التزامها بتنفيذ الاتفاق وإنجاحه طالما التزم العدو بتنفيذه، كما ترحب الحركة باستمرار المساعي الحميدة ومواصلة الجهود لإنهاء العدوان الصهيوني على شعبنا، مقرونا برفع شامل للحصار عن غزة وتبادل الأسرى ووقف الاعتداء على المسجد الأقصى وتمكين شعبنا من ممارسة كافة حقوقه الوطنية المشروعة في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق تقرير المصير. أعلن المتحدث باسم سرايا القدس أبو حمزة أن المقاومة الفلسطينية وعلى مدار 48 يوما دكت المستوطنات المحتلة بمئات الصواريخ. أبو حمزة في تسجيل مصور قال إن المقاومة في لبنان والعراق واليمن وجهت للعدو الإسرائيلي والأمريكي ضربات مميتة، وأن القادم سيكون أعظم. وعلى مدار 48 يوما دكت فيها سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية المدن والبلدات المحتلة بمئات الصواريخ وقذائف الهاون التي أعادت جنود وضباط الاحتلال إلى المشافي والمقابر والمصحات النفسية، فضلا عن قوات النخبة الباسلة التي اقتحمت على الموت بالموت وقدمت خيرة أبنائها وشبابها في هذه المعركة، معركة فيها وحدة الساحات حاضرة تدك عدوها في كل زمان ومكان وتذيقه ويلات العذاب
التي لم يسبق له أن ذاقها من قبل على يد الإخوة الأعزاء في المقاومة الإسلامية في لبنان، والتي توجه لعدونا ضربات مكثفة موجعة مركزة ومميتة، والقادم أعظم. ومقاومة شريفة في العراق تتحدى وتضرب القواعد العسكرية الأمريكية ولا تبالي. رصدت عدسات الصحفيين دمارا كبيرا في مخيم جباليا بعد أسابيع من القصف المتواصل الذي تعرض له من قبل جيش الاحتلال. وبعد دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ صباح اليوم الجمعة، تكشفت للعيان آثار الدمار الهائل في البنى التحتية والسكنية. نحن هنا في منطقة بلوك 5 في وسط مخيم جباليا. هذا هو مسجد الأمين محمد أو أبو خوصة. في هذا المكان نفذت طائرات الاحتلال حزاما ناريا عنيفا جدا، تسبب في تدمير أكثر من 20 منزلا بين هدم كلي وجزئي، وتسبب أيضا باستشهاد وإصابة العشرات من المواطنين. الآن نحن نتجول بين منازل هي في حقيقتها أصبحت قبور، يعني أن كل منزل يحوي تحت طبقاته عددا من الشهداء الذين لم تستطع الطواقم المتخصصة انتشالهم خلال وقت الحرب وإطلاق النار. أعتقد أن هذه الأماكن ستشهد جهودا كبيرة من رجال الدفاع المدني والطواقم المتخصصة بهدف انتشال جثامين الشهداء. يعطيك العافية حج. وين بيتك هان؟ بيت الوالد. الحمد لله على سلامتك. ايش صار معكم؟ اللي صار معنا بقينا قاعدين بصلي الفجر جماعة، أنا وأولادي في البيت، فجأة سمعنا صاروخ الزنان ضرب المسجد، طلعنا على الشبابيك موجودين ها كنا، ضربونا بالإف 16 مباشرة، أول هواية وثاني هواية ما يقارب 10 هواية، ضربتنا طبعا قوة الانفجارات ضربتنا لجوا. نعم. شردت أنا جزء من أولادي وكناني شردن في البيت الجواني. بعدين دخلت على البيت ابويا اللي هو الاسبست مع زينجو. نعم. بقيت اضوي الكشاف، ضربتني الزنانه، بقيت حاط ايدي راسي في الخزانه. نعم. طبعا صابني شظايا شوي الحمد لله في الجميع، يعني حج اسمي وايدي هان تقريبا 10 غرز الحمد لله. انت من سكان المنطقه، كم سنه لك ساكن هان؟ انا بالضبط مواليد 66، الولد في البيت هذا. نعم، ممكن تسمي لي اصحاب المنازل اللي تهدمت هون؟ اصحاب المنازل يعني عندك هنا دار ابو خوصه. نعم. عندك دار دحلان. نعم. دار دحلان. في عندك دار أبو صفية اللي هم إخوالي مخذين كمان بنت أخويا. نعم. يعني خالي أبو جهاد أبو صفية يوسف. نعم. بعدين دار أبو دار أبو ظاهر. بعدين دار موسى، جزء من دار حبوب، جزء الدار هذا سكن جديد والله ما بعرفه، الجزء الجديد اللي هم ما بعرفه في الزلمة اللي هم سكن جديد. نعم. وباقي الأضرار طبعا عد دور كثير منهم جديد ساكن، دار حواجري هيها كمان. والحديث في آخر تطورات الأحداث في غزة ينضم إلينا من هناك مراسلنا من غزة محمد البلبيسي. محمد، ضعنا في صورة آخر ما تم التوصل إليه في قضية تبادل الأسرى، وأيضا في قضية دخول المساعدات، هل ما زالت مستمرة؟ هل توقفت؟ وهل ستستأنف صباح الغد؟ نعم فالح، بالنسبة للمساعدات دخلت اليوم ودخلت بوتيرة مناسبة جدا وتنفيذا لاتفاق المبرم بين المقاومة الفلسطينية وبين الجيش الإسرائيلي. نتحدث عن اليوم دخل أكثر من 150 شاحنة محملة بالمواد الغذائية وأكثر من 4 شاحنات محملة بالوقود لقطاع غزة وشاحنتين محملتين بغاز الطهي. أيضا كان هناك يعني تدفق لهذه المساعدات، وهذه هي النقطة الأهم، شمال ومدينة غزة. حتى لو كانت أعداد الشاحنات التي دخلت شمال قطاع غزة هي أعداد قليلة ومحدودة، ولكنها قد تأتي إلى وتسد بعض الاحتياج وتقلل من
كمية الوضع الصعب الذي يعيشه سكان مدينة غزة وشمال قطاع غزة، لأن هذه المنطقة وهذه الفئة التي تتواجد في هذا المكان تعاني من نقص حاد في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وأيضا تعاني باستمرار لمنع دخول الدقيق وفي ظل القصف الإسرائيلي والحرب الإسرائيلية. الشق الثاني من السؤال فالح، نتحدث بأن حركة حماس اليوم قامت بتسليم 24 محتجزا أو رهينة كانوا لديها بعد احتجازهم خلال 7 أكتوبر. هؤلاء الرهائن 13 إسرائيليا و11 من حملة الجوازات التايلاندية والجواز الفلبيني، تم الإفراج عنهم بالتنسيق مع الصليب الأحمر، وتم أيضا إدخالهم إلى الجانب المصري عبر معبر رفح وانتقالهم إلى معبر ثم إلى معبر كرم أبو سالم. الجيش الإسرائيلي تحدث وقال بأنه هو فعليا استلم هؤلاء الأسرى وهو وصل فيهم إلى المستشفيات لكي يعني يلتقوا بأهاليهم بعد الفترة الطويلة التي قضوها في الأسر داخل قطاع غزة لدى المقاومة الفلسطينية. للحديث عن التهدئة واليوم أول للتهدئة، اليوم الناس حاولوا بالتوجه إلى مناطق قطاع شمال قطاع غزة ووسط مدينة غزة. هؤلاء الناس حاولوا بالوصول إلى مناطق الشمالية للوصول إلى منازلهم والوصول إلى الأماكن التي دمرت خلال الحرب وخلال العدوان الإسرائيلي. هم يريدوا أن يستغلوا هذه التهدئة التي ستمتد لأربعة أيام للوصول إلى منازلهم والإطمئنان على أهاليهم الذين تبقوا في الشمال، وأيضا لدفن وانتشال الشهداء الذين كانوا يتواجدون في الشوارع وفي الطرقات وتحت ركام المنازل، حيث لم يتمكنوا خلال اشتداد الغارات الإسرائيلية على انتشال هؤلاء الصورة الأفضل والأبرز التي عشناها والشعور المميز الذي عاشه قطاع غزة خلال هذا اليوم هو عدم سماع دوي انفجارات أو قصف إسرائيلي أو قصف مدفعي أو قصف من شمال من البوارج الحربية من البحر أو استهداف لمناطق قطاع غزة. محمد، وسنكون معك أيضا في آخر التطورات في نشرتنا اللاحقة من غزة، مراسلنا محمد البلبيسي، شكرا جزيلا. خيم منذ صباح اليوم الجمعة هدوء في المنطقة الحدودية مع فلسطين المحتلة في جنوب لبنان في موازاة بدء سريان اتفاق الهدنة. مراسلة الرابعة أكدت أن الهدوء التام ساد عموم المناطق مع غياب الطيران الحربي والتجسس الإسرائيلي عن الأجواء، مشيرة إلى عدم تسجيل أي قصف من الجهتين حتى الآن. والحديث أيضا في تطورات الأوضاع بالمنطقة وما بين لبنان وإسرائيل ينضم إلي من بيروت الخبير العسكري الأستاذ منير شحاتة. سيد شحاتة، نتحدث في الهدوء الحذر اليوم على الحدود اللبنانية الإسرائيلية تحديدا في جنوب لبنان، هل نحن أمام هدنة ضمنية وإن لم تكن معلنة ما بين الجانبين، أم حزب الله ينتظر إلى ما ستؤول إليه الهدنة التي تم الاتفاق عليها؟ السلام عليكم، تحية لكم ولكل المشاهدين. كانت المقاومة قد صرحت أن في حال نفذت الهدنة في غزة فنحن سنلتزم بهذه الهدنة خدمة لأهل غزة، شرط أن إسرائيل تلتزم بهذه الهدنة. ففي حال إسرائيل خرقت الهدنة مع لبنان إن المقاومة جاهزة للرد وبكل قوة. قبل أن تنفذ الهدنة اليوم، البارحة حدثت استهدافات من قبل المقاومة كانت ملفتة، بحيث أن المقاومة قامت بقصف منطقة صفد بصواريخ كاتيوشا ب 48 صاروخ دفعة واحدة واستهدفت 11 مطار. أما بالنسبة للهدنة في لبنان، طبعا المقاومة هي من أعلنت إذا كانت إسرائيل ستلتزم في الهدنة على الحدود
شمالية مع لبنان، فالمقاومة جاهزة للسير في هذه الهدنة، وهذا كله يصب في مصلحة المقاومة في غزة طبعا. طيب وزير الدفاع الإسرائيلي سيد شحاتة، وزير الدفاع الإسرائيلي سبق الهدنة وقال لا يظن أحد بأن هذه الهدنة ستكون هي وقف شامل أو تمهيد لوقف شامل لإطلاق النار، وأن إسرائيل مستعدة لأن تستأنف هجومها الجوي والبري والبحري على غزة وستكون أعنف مما سبق. هل فعلا هذه التصريحات هي واردة أن تكون على أرض الواقع، أم هناك ضغوط ستكون على إسرائيل دولية وإقليمية لإفساح المجال لهدن أخرى قد تفتح الباب إلى وقف لإطلاق النار بشكل كامل؟ نحن تعودنا على المسؤولين الإسرائيليين يطلقون تصريحات عالية السقف، فلنرجع إلى الوراء حين بدأت العملية البرية التي قام بها العدو الصهيوني على غزة، كان الهدف وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين سوف نسحق حماس وسوف نستعيد. الحقيقة هو كل من الذي سحق في غزة هو العسكر، هو الجيش الإسرائيلي والدبابات الإسرائيلية. أما إسرائيل فقد سحقت البنى التحتية وسحقت الأبرياء والأطفال. إذن من سحق في غزة هو الجيش الإسرائيلي ودبابات الإسرائيلية. فإذن تعودنا على تصريحات عالية السقف من قبل المسؤولين الإسرائيليين. حتى البارحة كان نتنياهو يصرح أنه لا وقت للحرب قبل سحق حماس واستعادة الأسرى. ها هو يرضخ، وكنا قد رأينا منذ يومين أن كانت الهدنة سوف تحدث البارحة، سوف تنفذ البارحة، وأجلت بسبب اعتراضات بعض أعضاء الكنيسة الإسرائيلية والمسؤولين الإسرائيليين، ولكن في النهاية إسرائيل رضت. أما بالنسبة لتصريح وزير الدفاع لا يظنن أحد، وسوف لنرى بعد مرور هذه الأربعة أيام ماذا سيحدث. أما إذا كان هو لديه النية على أنه بعد انتهاء هذه الهدنة سوف يتابع المعركة، فإن المقاومة في غزة والمقاومة في جنوب لبنان والمقاومة والحوثيين في اليمن جاهزون للرد. والملفت هنا، أريد أن ألفت إلى ما قامت به اليمن في البحر الأحمر، فهي أظهرت للعالم طيب. أن البحر طيب الأحمر، حتى مع التقدير لكل ما ذكرته، لكن البعض يقول يعني، وأريد منك يعني أن تصف لي الصورة بشكل واقعي، هل الهدنة بهذا الشكل هي منصفة للمقاومة بكل المسميات التي أسميتها؟ لأنه البعض يقول هل كان الأمر يستحق أن تدخل غزة في 7 أكتوبر وما تلاها من مجازر وصلت إلى 15,000 لحد الآن بين قتيل وجريح وجلهم وأغلبهم من النساء والأطفال، لإطلاق 50 شخص أسير في إسرائيل؟ هل كانت الأمور تستحق كما يصفها البعض، أم هناك أبعاد أخرى لهذه المعركة لأنها سبقت 7 أكتوبر وما بعد 7 أكتوبر والمقاومة تريد إثبات نفسها وإعادة تصدير القضية الفلسطينية للواجهة نتيجة للتهميش والظلم الذي تعرضت له؟ الحقيقة نحن منذ بداية الحرب في غزة سمعنا كثير من التصريحات غربية وعربية تلوم المقاومة الفلسطينية على ما قامت به، بمعنى لماذا المقاومة الفلسطينية في غزة أيقظت الوحش، يعني تلوم كما تفضلت حضرتك أنه هل هذا الذي حصل يساوي ما الدمار الذي أحدث في غزة؟ صديقي، أريد أن ألفت نظر الجميع، السؤال لا يمكن طرحه بهذه الطريقة. السؤال الذي كان يجب أن يطرح، ماذا فعلت إسرائيل خلال 75 سنة من الحصار على الشعب الفلسطيني والتجزير به وقطع الهواء حتى عنه حتى قامت المقاومة بهذه العملية؟ إذن هذه العملية هي نتيجة لحصار 75 سنة ولقهر 75 سنة، أي أولا. ثانيا، كما قلت حضرتك أيضا، إن القضية الفلسطينية كانت في سبات عميق حتى أحسست أنها أصبحت في طي النسيان، ولم يكن بيد المقاومة في فلسطين من عمل تعمله إلا هذه العملية، بعد أن رأت أن القضية الفلسطينية أصبحت في طي النسيان وأصبحت التطبيع مع الدول العربية على قدم وساق، فقامت بهذه العملية لأنه ليس لديها خيار آخر.
نعم، أشكرك جدا من بيروت الخبير العسكري السيد منير شحاتة، شكرا جزيلا. وفي عودة للشأن المحلي، التراث وحداثة العصر المتنبي، الواجهة التي استقطبت شباب بغداد وصباياها ليكون المتنفس ومحورا لأنشطتهم الثقافية والفنية. زينب ستار تجولت في شارع المتنبي وعدت التقرير التالي. كثيرة هي الشرائح المتواجدة في شارع المتنبي بتعدد النشاطات الفنية والثقافية والأكاديمية التي تتواجد على أرصفة الشارع، الصغير حجما والكبير من حيث التنوع. أهداف الرواد اختلفت باختلاف الكتب المتواجدة على الأرصفة وفي الأروقة. طبعا هو شارع المتنبي شارع قديم منذ زمان يعني طويل، هو شارع المثقفين، شارع الطلبة اللي الأكاديميين اللي يحتاجون إلى المراجع. الإقبال حقيقة يعني ممتاز خصوصا أيام الجمعة. لا زال الإقبال على الرواية أولا من فئة الشباب. الكتب اللي تختص بالدراسات الإنسانية أو بالسياسية أو بالعلمية لا زالت كتب نخبة، أما المتخصصين أصحاب الدراسات العليا كبار السن هاي بصورة عامة. النساء في شارع المتنبي لهن نصيب الرجال، فبحثهن عما يرغبن بين آلاف الكتب والعناوين يشعرهن بروحية حب القراءة وينمي أفكارهن ويطورها بشكل يتناسب والحداثة المجتمعية والعالمية. الوعي دا يتطور، احنا ثقافتنا دا تتغير، الشغلات اللي قبل احنا كنا نشوفها مو منطقية ومو صحيحة حاليا ممكن سهولة تقبلها بمجتمعنا. فهاي الأشياء نتيجة للتأثر بالكتب، نتيجة للتأثر بالوعي العام. صراحة يعني كل ما أخلص كتاب أو شيء أنا أحب أخذ مجموعة كتب معينة، فمن أخذها أخلصها أرجع أجي مرة ثانية. طبعاً اللي الورقية أحسن من الإلكترونية. ليش؟ من ناحية إنه تشوف الكتابة، تشوفين الخط، تشوفين يعني هواي المعاني مال الكلمات أنت تقدرين تطلعينها، مو نفس ما أنت إلكترونية يعني تحسين كرسالة ودا تقرينها، يعني ماكو أي معنى وأي فهم بيها. إقبال متزايد على شارع المتنبي واقتناء الكتب بأنواعها المختلفة يؤشر ارتفاع معدلات الوعي الثقافي في مجالات متعددة ومختلفة. متعة اقتناء الكتب لا تقف عند حد قراءته ولا تنتهي عند وضعه على رف المكتبة، فعلى الرغم من توفر ملايين الكتب إلكترونيا ولكن إقبال رواد المتنبي على الورقية يبين مدى جمالية المقروء. زينب ستار، قناة الرابعة، بغداد. الساعة الأولى من تفاصيل الرابعة انتهت، نعود فنذكركم بالعناوين. بمدة أقصاها 24 ساعة المفوضية تتعهد بحسم سريع لنتائج الانتخابات المحلية، والتنافس يشتد مع قرب الاقتراع. الاتصالات النيابية تؤشر شبهات فساد بمشروع التقسيم المناطقي لوزارة الاتصالات وتخاطب رئيس الوزراء والادعاء العام. تعبنا من اشعالات النار والتلوث البيئي والامراض السرطانيه اللي جايه تصير بالمنطقه. شعلات الحقول النفطيه تخطف ارواح البصريين ونسب الحالات السرطانيه تثير قلق المختصين. تؤكد الحركه التزامها بتنفيذ الاتفاق وانجاحه طالما التزم العدو بتنفيذه. هدنة الأربعة أيام تدخل حيز التنفيذ في غزة والصليب الأحمر يتسلم الأسرى الإسرائيليين.
أهلا بكم إلى ساعتنا الثانية من تفاصيل الرابعة. ومع اقتراب الموعد المقرر لعقد انتخابات مجالس المحافظات، يسيطر صراع الاستعدادات للانتخابات بقوة على المشهد من حيث أعداد المرشحين والحركات السياسية القديمة والجديدة أيضا منها. فهل ستقتصر مؤهلات المرشح للانتخابات على حيازته شهادة جامعية وسن مناسب للترشح وامتلاكه عدد متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، أم عبر امتلاكه رؤية سياسية أو حتى مشروعا سياسيا ناضجا؟ هؤلاء ويوظفون هذه الدعاية كيف يوظفون هذه الدعاية الانتخابية المتكررة التي لا تقنع الجمهور؟ ولماذا تطرح الأحزاب نفسها لمجرد قدرتها على التسجيل كحركة سياسية لدى مفوضية الانتخابات، أو قدرتها على عقد مؤتمرات تأسيسية تحضرها جموع ترتدي البدلات الرسمية وربطات العنق دون امتلاكها مشاريع سياسية واضحة؟ بماذا ستختلف المجالس الجديدة عن القديمة التي أثبتت إخفاقها في تأدية عملها؟ وكيف ستكون نسب المشاركة وفق المعطيات واستعدادات المفوضية؟ المتغيرات السياسية أيضا ستكون حاضرة، ماذا سيكون تأثيرها على عقد الانتخابات من عدمها؟ هذه الأسئلة وأخرى سنناقشها مع حسن هادي زاير، عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، وحامد الكعبي، عضو تحالف نبني، ومن كركوك حسن الشاهين عن تحالف القيادة. سيبدأ الحوار والنقاش لكن بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدين مرة أخرى، وأرحب بضيوفي وأبدأ من الأستاذ حسن هادي زاير، عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات. أستاذ حسن، اليوم المفوضية أعلنت بأنها ستعلن النتائج خلال 24 ساعة، طبعا هذا الإعلان أيضا في الانتخابات السابقة كان وفي أغلب الانتخابات لكنه لا يتحقق على أرض الواقع. شنو الجديد اليوم اللي تستطيع المفوضية تثبت فعلا أنه خلال 24 ساعة؟ نعم طبعا، تحية لك وللضيوف الكرام ولمشاهديكم الكرام. هذا الإعلان الذي سيتم عن نتائج الانتخابات خلال 24 ساعة لم يكن موجود في القوانين السابقة، ولكن في القانون الأخير، قانون الانتخابات الأخير، أجبرت المفوضية على أن تعلن النتائج خلال 24 ساعة، على أن تعلن النتائج الإلكترونية خلال 6 ساعات، وهذا يعني شرط موجود في القانون. وإذا لم يتم الإعلان خلال هذه المدة؟ طبعا هذه النتائج التي ستعلن هي نتائج أولية، لأن هنالك بعض المحطات والصناديق تتعرض إلى الطعن والشكوك وتحول إلى مراكز تدقيق وضعت أيضا للمرة الأولى خلال القانون أو المفوضية خلال إجراءاتها مركز للتدقيق في كل محافظة، بعد ما كان هناك مركز تدقيق واحد في محافظة بغداد لجميع الانتخابات العراق. طيب. هذه مراكز التدقيق ستدقق في النتائج المشكوك فيها والمطعون فيها، وستعلن النتائج بعد ذلك التكميلية، لكن الأولية ستعلن بعد 24 ساعة. جيد. اسمح لي أن أشرك ضيفي عبر سكايب من كركوك الأستاذ حسن الشاهين، القيادي في تحالف القيادة. مرحبا بك أستاذ حسن. نتحدث أيضا في تأثير المتغيرات السياسية اللي تكون على الساحة دائما وتسبق الانتخابات، قد يكون أيضا من بينها مثلا قرار المحكمة الاتحادية في إقصاء السيد الحلبوس عن رئاسة البرلمان، هل هذا له تأثير على رؤيتكم للمرحلة القادمة وكيف ستكون هذه الانتخابات، أم الموضوع هذا مختلف عن هذا؟ أكيد هذا المسألة يكون فيها تأثير على الساحة السياسية، على المعطيات، لكن وعي الجمهور الآن أوسع من أنه بتغيير إقالة للسيد الحلبوسي راح يأثر على المشهد السياسي القادم، خاصة فيما يخص محافظة كركوك. أنت تعلم محافظة كركوك فيها أكثر من مكون، كل مكون يبحث على استحقاقه وحقوقه في هذه الانتخابات. طيب أستاذ حسن، خليني أيضا أرحب بضيفي عضو تحالف نبني الأستاذ حامد الكعبي. مرحبا بكم أستاذ حامد. نتحدث في الانتخابات، في نتائجها، في تأثيرها، في الدعايات الانتخابية الموجودة الآن. أنتم في تحالف نبني
هل تشعرون بأن هذه الانتخابات ستكون مختلفة من حيث النتائج، من حيث المشاركة؟ لأنه الشارع اليوم إلى رأي آخر بخصوص المشاركة نتيجة إخفاق المجالس القديمة، نتيجة عدم الثقة بالكتل السياسية والأحزاب التي ترشح الآن. ما هو تصوركم بالمجمل لهذه الانتخابات؟ حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. من حيث المبدأ، يعني إذا تكلمنا على نسبة المشاركة، فإذا ما قارنا بالأرقام الرسمية المعلنة وعن المفوضية، فإن نسبة المشاركة كانت اسمها بحدود 40، هذا على المستوى الرسمي. فأكيد بعد مشاركة التيار الصدري فإن هذا الرقم سوف ينخفض، على اعتبار أصلا كان هناك عزوف من قبل الجماهير عن المشاركة في الانتخابات السابقة. فبالتالي يعني نسبة المشاركة بالأرقام ربما لا تزيد عن 30% يعني في أحسن الأحوال. فبالتالي المشكلة الحقيقية بأنه لا يوجد معيار، أنه كان سواء مشاركة 5% أو 10% أو 40 أو 80. ونعم هناك زخم معنوي للمشاركة، ولكن بالنتيجة المفوضية سوف تأخذ المشاركة بعين الاعتبار سواء كانت النسبة قليلة أو كثيرة. فهذا يعني أنه يعني عدم المشاركة أو المشاركة الكثيفة، فإنما بالنتيجة سوف يعني من يحصل على هذه الأصوات فسوف يفوز. طيب. فنسبة عدم المشاركة لا تؤثر في سير العملية الديمقراطية، وهذا عرف ومعمول به عالميا. جيد. نتحدث أيضا عن المجالس بشكل عام. يعني وفق القانون الحالي سانت ليغو الذي رفضته جهات كثيرة شعبية وأيضا كانت عليه تحفظات حتى من كتل سياسية، ماذا سيلبي في المرحلة القادمة؟ يعني شنو اللي يختلف بهذه المجالس عن المجالس القديمة اللي قلنا أنه الكثير عليها من الإشكالات والتحفظات، ولذلك توقفت من 2013 ولحد الآن، والآن عادت وإن كانت هي دستورية ومطلب أيضا سياسي ودستوري، ولكن البعض يصفها بالحلقة الزائدة. ويعني كلمة وصفها بالحلقة الزائدة ربما أعتقد وصف غير دقيق للقضية لعدة أسباب. يعني فأكيد لكل محافظة احتياجاتها الخاصة التي تختلف عن احتياجات المحافظة الأخرى. فمثلا محافظة كربلاء يعني خصوصا في الزيارة الأربعينية عندما يقدم إليها 20 مليون لمدة 40 يعني عفوا لمدة 20 يوم، فهذا زخم يعني أو عدد غير مأهول من السكان اسمه لمحافظة صغيرة نسبيا، أكيد يصبح لها احتياجات تختلف عن احتياجات المحافظة الأخرى. بالتالي يعني لا يمكن القول بأنه كل المحافظات متساوية من حيث الاحتياجات وهم متساوية من حيث يعني ما يطلبه جمهورها. بالتالي أن يفترض أن لكل محافظة العين التي تراقب الاحتياجات، العين التي تشرع للمحافظة ما يناسبها من القوانين المحلية، العين التي تلبي الحاجات المحلية. فبالتالي القول بأنها حلقة زائدة أعتقد وصف غير دقيق تماما. طيب، سؤال آخر، أنه لما توقفت هذه المجالس في الفترة الماضية حدث هذا الخلل اللي تحدث عنه في كربلاء أو في البصرة أو في أي محافظة عراقية أخرى، أصبحت هناك مشت الأمور طبيعية؟ لا، أصبحت هناك إدارة مركزية. أكيد الإدارة المركزية يعني تختلف وبعض الشيء عن الإدارة المحلية، فالإدارة المحلية لها ومعرفة دقيقة بالواقع أكثر من الإدارة المركزية. ربما نقول قد تنجح الإدارة المركزية، ولكن إذا ضمننا نجاحا أكبر فبوجود يعني مجالس المحافظات التي تعرف ما هي نوعية الاحتياجات الحقيقية. فاحتياجات محافظة كركوك مثلا أكيد تختلف عن احتياجات محافظة النجف أو محافظة ميسان. بالتالي الإدارة المركزية يعني ربما لديها رؤية عامة، ولكن عندما يأتي شخص من كركوك واسمه يحاول أن يعني أن يشرح الاحتياجات الحقيقية لمحافظة كركوك وفق واقعها وفق تنوعها وفق الاحتياجات، أكيد هناك رؤية أخرى تختلف عن الإنسان الذي لديه رؤية عامة بدون الدخول في التفاصيل. فبالتالي أؤكد وأقول أن كلمة الحلقة الزائدة ربما كلمة غير دقيقة تماما وتختلف عن احتياجات الواقع. طيب، خلينا أروح للسيد شاهين. سيد شاهين، أنتم بما أنه ضيفي ذكر قضية كركوك، هل فعلا اليوم في كركوك مثلا وجود هذه المجالس سيعطي مساحة أكبر لتحرك المحافظة لمطالبها، لما ترغب، لمطالبها الشعبية، حتى لا تدخل أيضا بإشكالات كثيرة ويكون المركز هو الفيصل فيها أحيانا ويقرر شيء والمحكمة الاتحادية توقف هذا الشيء؟ أنتم في كركوك إلى أي مدى تستطيعون إنجاح عمل هذه المجالس إذا ما وصلتم إليها طبعا بنهاية الانتخابات؟ شكرا جزيلا على تسمية الشاهين، لأنه عندنا ضيف آخر اسمه حسن فيشكل هذا علينا.
يلا تفضل. مسألة كركوك الله يقرب، مسألة كركوك مسألة حساسة جدا، تختلف مع انتخاباتها عن باقي الانتخابات، انتخابات مجالس المحافظات الباقية. ممكن مجالس المحافظات الباقية تكون هي تختص بالرقابة للمحافظ، أما مجلس محافظة كركوك يعني أنتم لاحظتوا جميع القرارات اللي حصلت في مجلس محافظة كركوك السابق قبل عملية فرض القانون، هو إقرار علم كردستان، رفع علم كردستان في كركوك، إقرار الاستفتاء في كركوك، إقرار الانفصال عن المركز والالتحاق بالإقليم. هنا جميع هذه القرارات صدرت من مجلس محافظة كركوك. السبب أنه هذا المجلس سابقاً كان 2005 المكون العربي قاطع الانتخابات، 48 عضو كانوا من المكون الكردي والمكون التركماني قلة من عندهم، وانطونا تعويضية تقريباً 6 مجالس 6 مقاعد للمكون العربي. الحصيلة أصبح جميع المقاعد مستحوذها المكون الأحزاب المكون الكردي. فلما صدرت هذه القوانين احنا يعني انصدمنا ودخلنا بحالة إرباك وعدم استقرار بالمحافظة، انشقاقات، تهديد للسلم الأمن المجتمعي، إلى أن جت عملية فرض القانون وأنهت هذا الجدال. طيب اليوم أنتم كمكون سني في كركوك وعربي وتركماني، أقصد هذه المسميات يعني عربي كردي تركماني ماكو سني، جيد، هيأتوا نفسكم فعلا لهذه الانتخابات بأنهم ستغيرون مثلا المعادلة؟ احنا هذه المعادلة من 2005 متجذرة، وتغييرها ان شاء الله راح يكون بهذه الانتخابات تغيير نأمل ان يكون جذري، لكن يجب ان يتم هذا التغيير على وفق التنوع الموجود في كركوك. يعني احنا نتمنى ان يكون تمثيل حقيقي للمكون العربي والمكون التركماني والمكون الكردي على حد سواء. هذا التنوع داخل محافظة كركوك راح يوفر لها الاستقرار والامن ويجذب الاستثمار، فرص عمل تزيد للشباب. طيب هذا في حال وجدت الانتخابات بشكل سليم، بعيدة عن التزوير، بعيدة عن التدخلات. أنا راح أسألك بهذه الجزئية، ولكن أرجع مرة أخرى لأستاذ حسن. أستاذ حسن، المفوضية وأدائها لحد الآن يعني، أو هي بشكل عام الآن التحضير للانتخابات من دعاية وما شابه من خروقات حدثت وستحدث، عندكم القوة أنه تتراقبون هذه الخروقات أو تمنعون مرشحين أو حتى تلغون مثلا مراكز اقتراعية إذا ما حدثت فيها خروقة؟ دائما ما نعاني من قضية في آخر لحظة تصبح عندنا تزوير واختراقات من الكتل والأحزاب للمراكز الانتخابية. قبل أن نتحدث عن الخروقات اسمح لي، خل مدامنا نحكي عن موضوع كركوك يعني. تفضل. طبعا المفوضية أعطت أولوية لموضوع كركوك لأن الانتخابات لم تجري في كركوك منذ 2005، 2013 ما جرت انتخابات مجالس المحافظات فيها، وشكلت لجنة عليا يرأسها مفوض وهو قاضي، وأيضا موظفين من مكتب الوطني ومكتب كركوك في ما يخص سجل الناخبين، كون هناك إشكالية كانت في هذا الموضوع. وسجل الناخبين ارتكزت فيه على 3 نقاط مهمة، وهو المشمولين بالمادة 140 وأيضا اللي لديهم تعداد 57 واللي لديهم بطاقة تموينية قبل 2003، واستطاعوا أن يشكلون سجل ناخبين رصيد، لأن واحدة من النقاط المهمة حتى تنجح في هذا الموضوع لازم يكون عندك سجل ناخبين جيد يشمل الجميع، وتقف المفوضية بالجوانب الفنية بنفس المسافة من الجميع، سواء وها يعني باللجنة كان ممثلين من العرب والتركمان والأكراد من مجلس النواب، يعني أعضاء في مجلس النواب اللي يكونون قريبين من وأيضا من وزارة الداخلية. هذه النقاط نعم ما صار عليها إشكال؟ لا 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 ما صار عليها أي إشكال، وفتحوا فترة التسجيل وتم تسجيل الناخبين، وأيضا انطبعت البطاقات والآن هي توزع منذ فترة، في منذ يوم 11/11 بدأ توزيع بطاقات الناخبين البيومترية،
والأمور ماشية باتجاه الصحيح. طيب البطاقات، بطاقات الناخبين في كركوك الآن يعني كم وصل عددها مثلا؟ شلون تتوقعون المشاركة راح تكون؟ يعني المفوضية بشكل عام خلت خطط لوجود فرق جوالة في حال لم يأتي المواطن للمراكز التسجيل اللي عددها 906 في 15 محافظة، ولكن بدأنا من 11-11 وإلى اليوم احنا ما احتاجنا إلى فرق جوالة، لأن المواطنين يعني هم يجون للمراكز وهم يعني اكو اقبال جيد معناها على استلام بطاقاتهم البايومترية. طبعنا 1,977,000 بطاقة في جميع المحافظات ال 15 عدا اقليم كردستان المشمولة في الانتخابات، ولغاية الان يعني الامور جيدة، بحيث في كركوك والموصل هناك بعض المراكز انهت ووزعت جميع البطاقات البايومترية. جيد. استاذ حامد، الكتل الكبيرة وما تتهم به من استغلال المال العام، المال السياسي، استغلال وجودها ووجود أشخاصها في مؤسسات الدولة كمدراء كوزراء كوكلاء، الناس المستقلين أو الأحزاب الناشئة تقول إحنا ما نقدر نواجه هذا الغول الكبير اللي أيضا هو راح يستحوذ على مجالس المحافظات. إلى أي مدى هذه الانتخابات فيها شفافية، فيها عدم استغلال للمال العام والمال السياسي؟ يعني حقيقة هذا السؤال فيه شيء من الصعوبة، لأن الواقع يقول بأنه أكيد القوة السياسية الكبرى هي تملك مفاتيح اللعبة السياسية، تملك السلطة، فالآن يعني من الصعوبة عملية تحقيق التوازن أو العدالة في التمثيل أو المشاركة للجميع بنفس واحدة أو يعني بقدم واحدة أو بمساواة واحدة. فبالتالي أعتقد الانتخابات هذه حال كل الانتخابات السابقة، وجود استغلال للسلطة، وجود استغلال للواقع. يعني لكن هو هذا يعني قانوني يعني مثلا؟ لا هو ليس قانوني، ولكن الدستور يرفض هذا الشيء. لا أنا أحيانا أتكلم بلغة الواقع، أما إذا اللغة القانونية إذا نتكلم بالقانون فهذا أكيد غير صحيح، أما نتكلم بلغة الواقع هذا ما موجود في الواقع. حتى وإن كانت هناك مصارف في بعض الأحيان قانونية لكنها على أرض الواقع، أنه بالإمكان أن تستفيد منها القوى الكبرى، يعني وبالتالي هذا منطق السياسة. يعني عندما يعني جهة معينة ما أن تستولي على التمثيل السياسي للشعب في مكان ما، أكيد سوف توسع نفوذها، سوف تمدد امتداداتها الجماهيرية، وهذا منطقي في منطق السياسة. أما تحقيق العدالة والشفافية بنسبة كبيرة أعتقد يعني خطوات نحو الأفضل، لكنه أعتقد الحال هو كما هو عليه في الانتخابات يعني السابقة، وليست هذه يعني من رحم الخيال، إنما هذا واقع ما نقوله. مو هذا هو يدفع بعض الأطراف أن تنسحب مثلا أو تدعو إلى مقاطعة هذه الانتخابات؟ تقول هي بالنتيجة تحصيل حاصل لهذه الكتل وهذه الأحزاب، تستخدم المال العام وتستخدم المال السياسي وتستخدم النفوذ، شلون تجابها؟ شلون تطلع من دائرة هذه الدائرة المغلقة اللي رسمتها هذه الكتل والأحزاب وتريد طالب من الناس أن تشارك؟ بمعنى أنت كأنما تقول بأنه اليوم أغلب اللي يشاركون هم جمهور هذه الأحزاب، صح ولا لا؟ شوف يعني هناك مبررات يعني منطقية للانسحاب وهناك أعذار واهية للانسحاب، يعني فلا يعقل أنه مثل هذه المبرر أن يكون كسبب للانسحاب، أنه أكيد حتى لو هذه القوى الناشئة لو استلمت السلطة في يوم ما سوف تمارس نفوذها، بالتالي هذا منطق السياسة. أما عملية المطالبة بالعدالة المطلقة فهذا يعني بصراحة نوع من الخيال، نوع من الحالة المثالية التي لا تجد لها يعني أرضية مناسبة في الواقع. بالتالي يعني هناك أسباب واهية جدا لعدم المشاركة. إذا أفترض أنا سوف لا أشارك، بالتالي أسمح للقوى الكبرى أن تتوغل أكثر، أصبح للقوى الكبرى هيمنة أكبر، بالتالي عدم المشاركة أعتقد قرار خاطئ جدا، وهذه مبررات ربما يعني مبررات دعائية أكثر مما هي حقيقية واقعية. فأرض الواقع يقول لو كان لديك جمهور حقيقي لما تخاف من الآخرين؟ ونعم سوف يقلل من تمثيلك، سوف ربما يعني لا يعطيك الفرصة الكافية، ولكن السؤال هل لديك جمهور أصلا حتى أنت تخاف علي أو تخاف من الآخرين؟ هسه البعض يقول أستاذ حامد أنه مجالس المحافظات مثل ما قلت أنه ضرورة قصوى للمحافظات لأنه تعرف تفاصيل وخبايا هذه المحافظات، لكن أيضا تحتاج إلى تقنين، تحتاج إلى قانون. يعني ليس من الصحيح أن يكون مثل كذا واحد، ولا أعرف العدد تحديدا كم سيكون في مجلس المحافظة،
هذه يكون الامتيازات 47 49 في بغداد 49 امتيازات ورواتب وسيارات واستثمارات خاصة، وبالنتيجة لا شيء على أرض الواقع من مشاريع تعيد هذه المحافظات ولو شيء من كرامة الإنسان مثلا في الخدمات في الصحة التربية التبليط وما شابه. ليش ما تتقنن الأمور بشكل صحيح ويقلل العدد ويحصر حتى نعرف المواطن يعرف من يحاسب فيما بعد؟ هي من ناحية قانونية مقننة، يعني أنا لا أجد، يعني أنت ذكرت حضرتك مثلا الراتب، أكيد لكل موظف إلى راتب، إذا السيارة السيارة تابعة للوظيفة راتب واحد، بس الامتيازات اللي بعدين بس تكون الامتيازات هي المشكلة. أمثال يعني الاستثمار مثلا حتى بقضية ولو ما له علاقة بمجلس المحافظات، رئيس البرلمان مثلا عدة 160 حماية بالإضافة إلى الأعداد المكلفة أصلا بحمايته، أعداد السيارات كذا تلقاها مضاعفة. نعم، وهذا ينسحب على كل حتى في مجالس المحافظات، يعني يبالغون في استنزاف المال العام لقضايا شخصية وليس لقضايا عامة. لا شوف، يعني خلينا نضع الأمور في سياقها الطبيعي. الظروف التي أنت يعني الظروف التي أنتجت هكذا حالات، أن يفترض المشرع أن ينتبه، يعني هل الظروف اقتضت يعني ذهاب هذه يعني الظروف الموضوعية ولا أم لا؟ بالتالي يعني مثلا عندما يفرض هناك حماية 60 شخص مثلا في لحظات كان العراق يعيش في حالة إرهاب وطائفية والقتل على الهوية، بالتالي ربما المشرع رأى أن هناك مصلحة في توفير حماية للمسؤولين من أجل تثبيت الدولة، خصوصا في تجربة ما بعد 2003. عندما نأتي ونستقطع هذا الظرف التاريخي اسمه ونصوره كأنما حالة طبيعية، كأنما إنسان يعيش في حالة أمن وأمان، وبالتالي إحنا مخلي له حماية بسبب حالة، هذا مو منطقي. احنا نقول الظروف التي انتجت هذه الحمايات، يعني على سبيل المثال كانت ظروف وعصيبه، وكانت ظروف ارهاب، كان القتل في الشوارع، كانت الجثث، يعني الانسان المواطن العادي ما يامن على حياته، فكيف بالمسؤول؟ السؤال الطبيعي هو هل هذه الظروف يعني انتهت فعاليتها ام لا؟ اذا انتهت فعاليتها بالامكان تشريع قانون يحد من هذه الصلاحيات. هذه ان يفترض المشرع العراقي او يعني او مجلس النواب ينتبه الى هذه يعني الظروف المستجده التي استجدت على الواقع العراقي. بالتالي هو دور المجلس النواب ان يرى المستجدات التشريعيه لكي يشرع قوانين جديده. ان يفترض هذا السؤال يوجه الى اعضاء مجلس النواب، لماذا هذه الامتيازات يعني امتيازات منحت في ظروف عصيبة من أجل حماية المسؤولين؟ هل هذه الظروف حتى هذا أستاذ حامد يقول لك البعض أنه يتقاتل ويستقتل على مجالس المحافظات مو حبا بالناس ولا حبا بالخدمات ولا تقديم خدمة لهؤلاء الناس، وإن كان هي حتى هي مكسب لهم حتى انتخابات برلمانية قادمة، ولكن بحثا عن هذه الامتيازات. خلينا نرجع مرة ثانية حتى لا أطيل على السيد شاهين. سيد شاهين، أنتم الفرصة الكاملة، المهم سيد شاهين، أنتم كقوة سنية اليوم هل تشعرون أنه من الممكن لملمت أوراق البيت السني في قضية انتخاب رئيس البرلمان الجديد، أم التنافس والصراع سيخلق مشكلة في الأيام القادمة وستكون أصعب مرحلة قد يمر بها البيت السني في هذه لأنها مقبلة وقريبة من الانتخابات؟ أنا بما أني جزء من محافظة كركوك فأفضل أنه أنا أكون المكون العربي أعلم من المكون السني أو المكون العربي. طيب حسب اللي سمعناه بالأخبار وحسب القيادات اللي تواصلنا معهم أنه هناك اتفاق بين سيد الشيخ خميس الخنجر والسيد محمد الحلبوسي ب 62 نائب ضمن طيفة تحالف السيادة، هم اللي يقررون من يكون رئيس للبرلمان القادم فيما يخص لملمة البيت السني. فيما يخص لملمة البيت العربي في كركوك، فإن شاء الله احنا دخلنا بقائمة القيادة اللي هي تحالف التقدم وحزب السيادة، دخلوا ضمن انتخابات مجلس المحافظة لحصول المكون العربي حقه واستحقاقه محافظة كركوك. طيب، بس أنا عندي تنويه على سيد الضيف في الاستوديو أستاذ حسن، فيما يخص ذكر آلية إحصاء سجل الناخبين. إحنا عندنا تشكك قوي بأنه هنالك ضخ لأسماء أيام ما قبل 2017 على سجل الناخبين في كركوك،
وطالبنا بهذا المسألة. كيف كانت الآلية بأنه تدقيق سجل الناخبين؟ كيف كانت الآلية بموضوع معالجة تعداد 57؟ كيف كانت الآلية من هو يطبق عليه مادة 140؟ هل هنالك يعني الآن إحنا إذا مواطن عربي راح إحنا قنعناه على قول ذاك بالزور عشان يروح يشارك، فلما يوصل المجلس لما يوصل مركز الانتخاب يقولوا لا أنت ما مشمول ارجع؟ يعني هل هذا طيب أنتم يعني أنتم كمرشحين لمجالس المحافظات أو كأحزاب مكون عربي يعني ما دققتوا هذه المسألة كيف كانت، كيف مررت هذه الأسماء، شنو الآليات، شنو النقاط اللي خلوها وفق هذا المعيار؟ ما وجد عندنا أي مسألة تخص هذا التدقيق، لأنه موضوع تدقيق سجل الناخبين هذا مسألة ما يعني صعب إنه خلال شهر أو شهرين تض هذا المسألة. فأنا يعني أريد توضيح من الأستاذ حسن لك هذا الناخبين هذا الموضوع يعني قبل 6 أشهر وليس شهر أو شهرين شكلت اللجنة، ومثل ما قلت لك اللجنة حتى فيها من وزارة الداخلية و أيضا نواب من جميع الأطياف، وأيضا بها ناس مختصين وعلى رأسهم قاضي. طبعا بعد أن تم إكمال السجل الناخبين تم عرضه للطعن والتشكيك، لكن ما تم عليه أي طعن ولا يعني تم عرضه أمام الجمهور الكركوكلي، وبعد ذلك تم قبول هذا السجل وامام اخر يعني ناس مختصين في هذا المجال. زين هو سؤال عن الاليات اللي اتخذتوها مثلا، هي هذه الاليات اللي اعتمدناها في على 3 محاور مهمه اللي هي 140 و57 واللي عنده بطاقه قبل 2003 وتم على هذا الاساس. يعني هذه فقط لكركوك ولا في كل فقط بقية المحافظات؟ بقية المحافظات هو السجل يعني السجل موجود ومعروض امام الجميع للطعن، ودائما يعني يعرضوا له الطعن لمده 7 أيام وبعد ذلك يتم طباعته وتنزيله في الاجهزه الالكترونيه. انا هم اريد اسالك بقضيه المال السياسي اللي سالنا به الاستاذ حامد. ما تشعر انه اليوم فعلا هذا المال السياسي حاضر بقوه حتى في طريقه عرض الدعايات وما شابه؟ يعني تلقى مرشح ما عنده هذه الامكانيه، وتلقى مرشح مالي الشوارع والتقاطعات، وانتم مخلين سقف معين صح لو لا؟ كم هو السقف؟ السقف هو 250 دينار في عدد الناخبين في عدد المرشحين فيما يخص التحالف والأحزاب. ملاحظاتك على الدعايات الموجودة الآن هي ضمن هذا السقف ولا تعدت هذا السقف؟ يعني هناك يمكن هو السقف المادي كان كبير جدا يعني منطيهم يمكن تحت هذا السقف. ويعني هذا الموضوع هو ضمن النظام. طبعا هنا المفوضية تصدر أنظمة تستمدها من القانون ونظام رقم 5 لسنة 2020 في السقف المالي، وأيضا قانون رقم 2 لسنة 23 هو الدعاية الانتخابية، وفيه عديد من المواد اللي تحدد سلوك المرشح في الالتزام بهذه النقاط. يعني هناك من يلتزم وهناك من لا يلتزم. المسألة تضامنية. شنو الإجراء بحق اللي ما يلتزم؟ المسألة تضامنية. يعني المفوضية لا تستطيع مثل ما قال الأستاذ حامد أنه تسيطر على هذا الموضوع، والا كان يعني الامور يعني ورديه مثل ما يقول. طبعا المفوضيه ما تعمل هي وحده، غير اكو اجهزه امنيه، اكيد هناك اجهزه امنيه وهناك عمليات مشتركه وهناك قضاء اعلى اصدر العديد من القرارات فيما يخص الاعتداء على الدعايات الانتخابيه، وايضا هناك امانه بغداد، هناك لجان مشتركه لمتابعه كل هذه الامور. اما فيما يخص العقوبات اللي تتحدث عنها ربما تصل إلى الغرامات والسجن والإبعاد عن السباق الانتخابي. طيب أستاذ حامد، بما أنه نتحدث بهذا الموضوع اليوم صدر يعني بيان للعمليات المشتركة ركزت تقريبا على 4 نقاط من بين حماية الناخبين ومراكز الانتخابات وصناديق الاقتراع، وأيضا نقطة مهمة هي قضية نقل صناديق الاقتراع. حضرتك تعرف كل زين بالانتخابات السابقة صار بخصوص الصناديق، أما تحترق أو تتأخر أو ما شابه، أكو مخاوف حقيقية هالمرة أيضا أن تحدث هذا الأمر ولا لا؟ هذه مجالس المحافظات شوية أهون من قضية الانتخابات البرلمانية وممكن السيطرة عليها لو هي العمليات المشتركة القوات الأمنية فهمت الدرس جيدا وعرفت مكامن الضعف في إدارة العمليات الانتخابية وهالمرة راح نتجاوزها.
شوف يعني الوضع الأمني بصورة عامة أفضل حاليا، فبالتالي وعمل الأجهزة الأمنية أكيد تحسن بصورة يعني تقريبا يعني أفضل من يعني من السنوات السابقة. أما عدم يعني عدم وجود مشاغبات هنا وهناك فهذا يعني متوقع جدا بسبب أن وجود جهات لا تريد إنجاح العملية الانتخابية، فبالتالي من هاي الجهات؟ ربما يعني معروفة للجميع ومن داخل البيت الشيعي، فبالتالي اسمه ربما القول وجود مشاغبات هنا وهناك متوقع جدا خصوصا في المناطق التي لها هيمنة هذه القوى المعارضة للعملية الانتخابية. فبالتالي نقول يعني أنا لا أستبعد وجود مشاغبات ولكن لا تصل إلى مستوى هو إفساد العملية الانتخابية برمتها. زين، قضية الواقع السياسي الآن بما أنه وصلنا إلى تقريبا نهاية الحلقة، المتغيرات السريعة المتغيرات القوية والكبيرة التي تحدث، حدث ما حدث في قضية رئاسة البرلمان، قد نتوقع أمور أخرى، هل نحن أمام مشهد متأزم يؤثر على مثلا تأجيل الانتخابات أو مثلا أو جعلها مع انتخابات البرلمانية لحجج كثيرة سياسية أحيانا وأحيانا مالية لتقليص النفقات وما شابه، والحديث أصبح متأخر اليوم هذا الموضوع والامور ماشيه بهذا الاتجاه؟ احنا تقريبا على يعني على يعني على بعد عده اسابيع فقط من العمليه الانتخابيه، فبالتالي هذا اصبح حديث في الماضي من عمليه التاجيل. اما قضيه اقاله السيد الحلبوسي وغيره يعني اصلا يعني هم الناس لحد هسه ما منسحبين من العمليه الانتخابيه، تم اقاله رئيسهم، اما على مستوى القائمه لحد هذه اللحظه يعني شخوصهم ورموزهم الانتخابية تروج لأنفسها مستمرين بالعمل الانتخابية، ماكو أي تلميح بسيط من قبل يعني قيادة السيد الحلبوسي أو غيره للانسحاب من العملية الانتخابية، فبالتالي لا يوجد أي مبرر يعني منطقي أو سبب وجيه بالإمكان القول أن أصلا بتأجيل الانتخابات. أعطني سبب وجيه واحد للانتخابات حتى أقتنع به يعني. فمثلا انسحاب السيد والصدر من العملية السياسية برمماتها يعني هذا مبحث، الإقصاء اللي تعرض له السيد الحلبوسي بسبب إدانته بجريمة تزوير يعني هذا مبحث آخر. أما قائمته لحد هذه اللحظة لم تنسحب، بالتالي ما الذي تغير بالمشهد عدا إزالة السيد الحلبوسي اسمه؟ والدليل أنه قائمته مستمرة بالعملية الانتخابية، فلا أعتقد يوجد هناك تأجيل ولا أعتقد يوجد هناك أي عملية مماطلة من حيث النفقات، فالأموال خصصت لعملية إجراء الانتخابات، فبالتالي الأمور وطيبة كما يقولون وتجري على قدم وساق من أجل إجراء الانتخابات في عدة أسابيع مقبلة إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ حسن، عندكم مخاوف أنتم بالمفوضية من شيء ما، من توتر ما، من أنه دعم لوجستي منقوص مثلا الآن مقدم إلى المفوضية لو كل الأمور ماشية بشكل طبيعي وإحنا سائرين إلى هذه الانتخابات وستطبق بالشروط والجديدة التي أعلنتم عنها؟ نعم طبعا، مثل ما تعرف يعني أنه رئاسة الوزراء بشخص السيد السوداني دائما هو داعم للمفوضية والأمور ماشية كما نريد نحن، أنه الأمور جميع المستلزمات انتهت، كل الأمور وصلت إلى المخازن الحساسة وغير الحساسة بما فيها الكاميرات آخر أمر هو اللي وصلت، وستكون يعني الأمور جاهزة، الأمور الأمنية اللوجستية الفنية المفوضية بعيدة عن الجانب السياسي، ربما الأيام الأخيرة وتتأجل الانتخاب وهذا الأمر هم يتهموها المفوضية بأنها مسيسة والارتباطات السياسية. هذه الاتهامات منذ أول انتخابات إلى اليوم هي موجودة، أنت راح تسمع يعني الأكثر بعد نهاية الانتخابات مو الآن. هناك 5960 مرشح، العدد المقاعد 275، ايش قد الباقيين الخاسرين؟ 5000 وكسر، كلهم راح يقولون مسيس. زيد، ارجع للسيد شاهين بسؤال اخير. استاذ شاهين، عندكم تحفظات؟ طبعا اول مره جاوبك الاستاذ حسن على موضوع السجل والناخبين والاستفسارات اللي اثرتها. نعم. انتم اصلا ما محتجين او ما رافضين القضيه ومشت الامور الطبيعيه لانه هم عرضوا الناس اللي عندهم وبقى الآخر هو إذا عنده إشكال يعرضه، أنتم ما عبرتوا عن شيء من مخاوف يعني أقصد؟ إن شاء الله ماكو أي مخاوف. العملية الانتخابية أحس أقل توتر من انتخابات مجلس البرلمان، يعني مجالس محافظات محلية كل محافظة راح يكون لها شأنها الخاص بها،
ويليت يعني من المفوضيه يعني تخلي بعين الاعتبار فيما يخص محافظه كركوك، لانه احنا كنا نتمنى انه اكو تغييرات بمفوضيه كركوك قبل اجراء الانتخابات، لانه اكو استحواذ مكون معين الى المفوضيه. فيليت يكون اكو اكثر تدقيق بما يخص محافظه كركوك حول انتهاكات الاحزاب برفع شعارات خارج السباق الانتخابي من شعارات قوميه عاليه المستوى، مطالبه كركوك تكون قدس كردستان، مطالبه كركوك تكون تركمانيه، كل مكون قاعد يصعد الا المكون العربي طالب بكركوك عراقيه. انتم هم صعدوا حالكم حال الباقي. ليه ما نصعد؟ احنا اهل الدار واحنا اهل العراق، فما نصعد، مستحيل نصعد. لا صعدوا ضمن سقف القانون. لا ما هو هذا، مو هذا مخر يعني مخالف للقانون الانتخابات والمفوضيه حسب ما يعني استاذ احمد استاذ حسن يسعفنا بالموضوع هذا. بس يعني اكو نفس قومي عالي جدا، هذا نخاف من يكون النزاع بكره كذا، خليها انتخابات تمشي على العمليه الانتخابيه ويحدث اشكال. نعم بالضبط. اشكرك جدا الاستاذ حسن شاهين القيادي في تحالف القياده عبر سكايب من كركوك، وشكر ايضا للاستاذ حامد الكعبي عضو تحالف نبني، وشكر لعضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات الأستاذ حسن هادي سهر. شكرا لكم ضيوفي، وشكرا لكم أنتم دائما مشاهدينا. كنا معكم في تفاصيل الرابعة، إلى اللقاء.